الحقيقة الأناونس بتاع النهاردة أناونس مهم جدا، لأن هو يمكن أكبر أناونس من نوعه في مسيساغا كلها، يمكن الفترة بتاعتنا كلها. 45 مليون دولار حكومة أونتاريو حطتها علشان تجديد وتطوير الكوميونيتي سنتر بتاع ساوث كومون. ده كوميونيتي سنتر بقاله سنين بيخدم الكوميونيتي، اعتقد ان فوق 30 سنه، ودلوقتي بقت المينتنس بتاعته عاليه جدا وما فيهوش امكانيات كافيه، وطبعا السيفتي وخلافه وحاجات تانية كتير خلت الموضوع فيه يعني امبورتنس جامد جدا. واحنا الحقيقه اشتغلنا على الموضوع ده يعني من ساعه يمكن ما انا جيت للرايدنج، كان عندنا حلم يعني ان احنا ناخد الفاندنج، والحمد لله يعني خدنا الفاندنج. سبسكرايب لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.